اوكي، سيكشن 38 هو الـ closed sets. راح نعرف في هذا السيكشن ايش هو ايش يعني السيت كلوزد، ومن وين الموتيفيشن لهذا التعريف. احنا في عندنا كانت الانترفال A و B، هاي كنا نسميها closed and bounded interval. كانت هاي كنا نرمزلها ممكن بالرمز I، كانت حقق خاصية مهمة، وهذه الخاصية راح نثبت فيها شيء مهم جدا للفانكشنز اللي بتكون continuous على الـ A والـ B، اللي هي كان اسمها الفايشترس ثيرم، انه او اثبتها باستخدام الفايشترس انه اي فانكشن كان continuous على closed bounded interval كان له maximum او هو bounded وكان له maximum. وفي اثباتنا لهي النظريه اذا بتتذكروا في تحليل واحد قلنا انه اي سيكونس هون في لها convergent subsequence. هاي ليه؟ لانها كانت bounded وclosed. هذا الشيء بدنا نعممه لمتريك سبيسز بشكل عام. تعميمها كان انها تكون closed وbounded. bounded اوكي نقدر نعرفه بسهوله، بس ايش يعني انها تكون الست closed؟ الخاصية هاي كانت انه اي سيكونس موجودة هون، اي convergent sequence موجودة في الـ A والـ B، يعني اذا كانت xn هاي بين الـ A والـ B، هاي النظرية اللي احنا بنحكيها انها اذا كانت xn بين الـ A والـ B والـ x كانت convergent، اكيد limit لـ xn حتكون بين الـ A والـ B. هذا الشرط اللي خلاها تكون، هذا الاشي اللي الخاصية اللي موجودة فيها انها تكون closed. فالليمت لـ xn حتضل، يعني بمعنى تاني الليمت لـ xn حتضل موجودة في الـ A والـ B، مش راح تكون خارج عنها. بس لو كانت هذه السيت i اللي هي بتساوي هيك A و B، هي مش closed. يعني لو كانت مثلا 0 و 1 تحديدا، هي مش closed. هي الواحد الان أكبر أو تساوي صفر، أكبر من صفر، وأقل أو تساوي واحد، والواحد على N convergent، بس الليمت لإلها، يعني كل عنصر من هاي العناصر الواحد على N موجود في في السات، بس الليمت مساوي صفر، والصفر مش موجودة. هاد كان motivation لـ في المتريك سبيسز in general، يعرفوا إيش هي السات انها تكون closed ولا لا. فنحن رح نبدأ بهذا اللي رح نعمله في المتريك سبيس، شو يعني closed set. قبل لا نحكي عن closed set لازم نحكي عن اشي بنسميها limit pool. فنبدأ بهذا الـ definition. كالعادة M B metric space، لا انا قلت عن ام متريك سبيس بس المقصود فيها ام ودي، وان ما كتبتش دي، بس هلا اذا بستخدم دي معناته هي الدي الخاصه في هذا المتريك في هذا السيت. لو كان في عندي تو سبيسز لازم اقول انه هذا الدي للام 1، دي 1 لام 1، ودي 2 لام 2، بس اذا كان في عندي سبيس 1 فخلص معروف ان الدي هاي خاصه فيها، وان كانت مش موجوده بالديفينيشن بس بشكل عام. وي سي ذات هذه الـ X الموجودة في الـ M is a limit point for X اللي هي subset من الـ M. في عندي M هو المتريك سبيس، أخذنا منه جزء هي X، هذه X الكابيتال هي عبارة عن subset من الـ M. X small بحكي عنها إنها limit point لـ X if نحكي عنها إنها limit point إذا كان في عندي sequence if there is a sequence Xn in X such that
الليمت للاكس ان بتساوي اكس. في عندي متريك سبيس ام، في عندي جزء منه اكس، في عندي بوينت اسمها اكس. بنعرف شو هي موجوده، يعني هذه الاكس اللي هي سمول، هاي اكس سمول بقول انها از ليميت بوينت، بحكي عنها ليميت بوينت للست اكس. اذا قدرت الاقي جوا الاكس سيكونس، هاي السيكونس تقترب من الاكس. اذا قدرت اعرف هون سيكونس، هذه السيكونس تقترب من الاكس اللي انا بحكي عنها ليميت بوينت، فبيكون اسمها ليميت بوينت. في هاي الحاله اكس سمول هاي مش بالضروره تكون باكس كابيتال، بس انا بلزمني عشان تكون ليميت بوينت انه بقدر الاقي سيكونس جوا السيت اكس تقترب من هذا الرقم. اكزامبلز اللي كنا قلنا نحكي عنهم من قبل. هلا let m بتساوي r، اللي هو ايش هذا؟ المتريك سبيس الريال نمبرز العادي والمتريك سبيس العادي، والاكس كابيتال هاي بتساوي القيمه المطلقه لصفر واحد. الستاندرد متريك بسموه اليوجوال توبولوجي اللي بياخذين توبولوجي. هلا صفر وواحد، بدي اسالكم، هل الواحد ليميت بوينت للاكس ولا لا؟ الواحد اللي بظن انها الواحد ليميت بوينت لها يعمل اشاره صح. يس يعني شو يعني الواحد هاي ليميت بوينت لهاي؟ انه لازم تلاقي سيكونس هون كونفرجز للواحد. هل بتقدر تلاقي سيكونس موجوده هون كونفرجز للواحد؟ اكيد. تمام، الجميع اللي جاوبوا انه صحيح. ليه؟ مين بيعطيني اكس ان؟ خذ اي اكس ان بتساوي واحد نفسها، يعني اكس ان بيساوي واحد، هذه كونفرجن للواحد، وهذه الاكس ان موجوده في الاكس، فاذا الواحد هي ليميت بوينت. طيب النص، هل النص هو ليميت بوينت للاكس ولا لا؟ صح او لا او خطا؟ اكيد ليميت بوينت، لانك تقدر تختار هذا الشيء. الصفر كمان ليميت بوينت، هذا واحد. اثنين، طيب لو كانت عندي اكس بتساوي هيك القيمه، الاوبن انترفال صفر وواحد، هل الواحد از ليميت بوينت؟ صح ولا لا؟ از ليميت بوينت. بدي ارجع من اول وجديد. هلا من اول وجديد جاوبوا، هل واحد از ليميت بوينت فور اي؟ طبعا فور اكس. في عندنا تسعة، يعني متساوية الإجابات تقريبا. إنه مش بالضرورة تكون موجودة، يعني ما أقولش إنها موجودة أو مش موجودة، بس أنا بدي إنه ألاقي سيكونس تكون موجودة في هاي الإكس تكون كونفرجنت للواحد. هل تقدر تلاقي سيكونس هون في إكس كونفرجنت للواحد؟ شو رأيكم في هاي؟ لو أخذنا الإكس إن بتساوي واحد ناقص واحد على إن، هاي الـ xn مش موجودة في الـ x، كل عناصرها 1 ناقص نص، 1 ناقص ثلث، 1 ناقص ربع، إذا كلها موجودين هون، بس الليمت لإلهم إيش بتساوي؟ إيش الليمت لهاي؟ واحد. فبالتالي الواحد إذا ليمت بوينت. هذا الكلام صحيح. عشان تكون واحد زائد n برضو. لا. صح؟ لا. مش صح. ليش هاي واي ان واحد زائد واحد على ان مش صحيحة؟ ليش؟ لا واحد على واحد زائد ان، واحد على واحد زائد ان هيك. لا كمان
ليه؟ هي converges للزيرو. أنا بس عن الواحد مش عن الزيرو. هي بتثبت إنه الزيرو هي بتثبت إنها الزيرو ليميت بوينت صح، بس أنا بس عن الواحد. هل هي بتثبت إن الواحد ليميت بوينت؟ لا، عشان أثبت إنه الواحد ليميت بوينت لازم ألاقي سيكونس بتروح للواحد، بس السيكونس نفسها عناصر السيكونس نفسها موجودين من الست، بس الليمت ما 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 بطلب ابدا انها تكون موجوده أول. عشان هيك واي ان غلط، واي ان مش موجوده بالاكس، فبالتالي فبالتالي مش بالضروره. فاذا هاي الواحد هي الليمت. اوكي، احنا مش هاد مش هذا اللي بدنا اياه. احنا اللي بدنا اياه انه شو يعني كلوزد سيت. لازم تنتمي لام، لانه ام هي المجموعه الكليه، يعني ما فيش شيء بناخده احنا من برا الام. الام هي واي ان، لانها واي ان بتساوي 1 زائد نص، يعني 3 على 2 1 زائد ثلث، واحنا الاكس اللي عندنا اياها هي من الزيرو ولا الواحد. اكس هي من الزيرو للواحد، بس الواي ان اوكي مش هذا اللي احنا بدنا اياه. بدنا اياه انه ايش يعني الست تكون كلوزد. هاي ديفينيشن، let m be a metric space. x subset من m is called closed بحكي عنها closed if x contains all limits all limit points. الست اذا كانت بتحتوي، هلا احنا قبل شوي قلنا يمكن الليمت بوينت تكون موجوده او مش موجوده. اذا كانوا الليمت بوينتس كلهم موجودين جوا الاكس بنحكي عنها كلوزد. كلوزد الكلوزد يعني انها بتحتوي جميع الليمت بوينتس. يعني هاي اكزامبل الصفر والواحد، هاي وين موجودة؟ بالستاندرد متريك سبيس على الريال نمبرز القيمة المطلقة. هاي بنسميها closed. ليش؟ لأنها it contains all of its limit points. معناها x is closed. وضروري نقول in R عشان ممكن إنها تختلف من مكان لمكان. بتحليل واحد ما كناش نحكي انها وين closed. ليش؟ لانه كل شغلنا كانت على الار. بس هاي x بتساوي اللي هي الزيرو والواحد بهذا الشكل، هاي مالها is not closed. ليه مش closed؟ ليش؟ لانه الصفر مش موجود فيها، والصفر limit point. لانها الصفر limit point مش موجودة بس، يعني لانها الزيرو because zero is a limit point but not in x. يعني هو يعني فيها limit point بس هذا limit point مش موجودة بال. اوكي definition بنقول انه حنعرف x bar x وعليها بار، فهي is the set of all limit points of x. يعني احنا رمز هلا بدنا نعرفه انه هاي m بنعرف x بار عفوا لما نعطي معناته هي بنحط عليها جميع limit points. أسألكم هذا السؤال true ولا false؟ x bar هي true or false؟ x bar
دائما سبست من اكس اسف اكس دائما سبست من اكس 4. شو معناها؟ قبل اجاوبه صح ولا خطا، انه جميع عناصر السات هم ليميت بوينتس. هذا اللي بتحكي، هذه اكس هي عناصر المجموعه، الليميت بوينتس بتحتويهم كلهم، صح ولا خطا؟ اوكي يعني اذا العنصر كان، اذا كان العنصر موجود بالسات فهو موجود في الليمت بوينتس. هذا الكلام اكيد صح. ليش؟ لانه اذا كانت لنثبت انه هذا الليمت بوينت، لو اخذنا هون اكس موجوده في الاكس، انا بدي اثبت انه هاي صحيحه، فبالتالي بدي اعرف هذا السيكونس اكس ان تساوي اكس. هذا السيكونس كونستانت، الكونستانت سيكونس، فاكيد هذه كونفرجز لوين؟ للاكس نفسها. بما انها كونفرجز للاكس نفسها معناها اكس موجوده في الاكس بور، لانه لقيت سيكونس موجوده في الاكس، فاذا هي الليمت بوينتس، فا اكس كابيتال هي سبست من اكس بور، هي صحيحه. بس العكس لا، العكس ليش؟ لانه هي قبل شويه اخذنا انه الاكس بور كانت بتحتوي الزيرو بس هو مش موجود بالزيرو. طيب مين بصيغ، بعيد صياغه الديفينيشن اللي هو انه شو يعني السيت تكون كلوزد. هاي ريمارك اكس بور بتساوي اكس if and only f x is closed. احنا مش بنقول دائما x هي جزء من x بار. طب اذا سوتها معناته هي بتحوي جميع الليمت بوينتس فبالتالي بتكون closed. فهي x is closed if and only f، هاي اللي بتكون هي نفسها. theorem let M be a metric space, any metric space. M is it closed then phi is it closed وال x اللي is closed اللي هي سنجلتون، هاي اللي هي المجموعة اللي بتحتوي فقط على عنصر واحد، هاي دائما closed و x موجودة في M في أي set بدنا إياها. اوكي اثباتهم هدول بسيط، يعني انا زي ما قلت لكم بهذا اللي هو مفهوم الكلوزد سيت والاوبن سيت مش كثير راح اركز فيهم بشكل كثير كبير، لانه هذه المفاهيم موجوده بالتوبولوجي بشكل كثير كبير، بس لها سنس اخر في التحليل، فلهذا السبب احنا بنحكيها هون بلغه الماتريكس سبيسز. فبالتالي في كثير من النظريات انا راح اعفيكم منها او مش راح اطلبها انا يعني في هذا المسألة. بس هاي طبعا هاي نظرية كتير سهلة، يعني انه كيف نثبت انها M closed. هلا اي سيكونس موجودة الليمت لها وين تكون؟ بالست الكبيرة اللي هي M، اصلا سبيس كله مأخوذ من الM، فبالتالي الليمت حتكون منها، فبالتالي بتحتوي كل الليمت بوينت. الفاي فيش فيها ولا عنصر. الاكس هاي السيكونس الوحيدة ممكن تاخدها هي نفسها، فبالتالي دائما converges لها، فهي بتحتوي كل الليمت بوينتس. هاي هذا هو اثبات النظريه. في حدا كان بيحكي شيء؟ انا عفوا ما انتبهت. مش مشكله، شرحك جاوب. اثبات النظريه كثير بسيطه. ثيرم ثانيه مهمه، هلا هذه مهمه جدا.
طبعا ما بتقلش أهمية عن الفئة الأولى، إنه دائما إذا كانت X and Y are closed in M، وانتبهوا إنه دائما closed بالنسبة لمتريك سبيس، لأنه بتكون الكونفرجنس بده يكون إلى متريك سبيس. النتيجة إنه X had Y is closed. شو بدنا نثبت هون؟ بدنا نثبت انه عندي x closed y closed، يعني x بتحتوي كل limit points، y بتحتوي كل limit points. بدنا نثبت انه x اتحاد y بتحتوي كل limit points. يعني بكفي عشان اثبت انها set is closed انه اخذ limit points، arbitrary limit points، واقول انها هذه موجوده بالست، فبالتالي بتكون هيك احنا اثبتنا انها closed. فسو the proof بسيط، وحتى لو بتوقع لو تركت الإثبات هيك إنه as a homework ممكن أنك تعمله بدون ما ترجع لأي كتاب أو أي مرجع تاني، يعني لو تفكر فيه هيك بشكل بسيط. فلات x be a limit point of x union y. شو بدنا نثبت؟ we want to show، we have to show، بدي امسحها هاي بس، we have to show that x موجودة ب x اتحاد y. إذا أثبتنا هذا الشيء بتكون شو بيعني؟ بيعني إنها set is closed. إنها set closed معناها لازم تحتوي اللي هي كل الليمت بوينتس لها، فبالتالي هذا هو هدف اثباتنا انه نثبت ما هي. كيف بدنا نعمل هذا الاثبات؟ بالاعتماد على انه x بالاعتماد على انها x closed و y closed. so بما انها limit point معناته there exist a sequence xn in x union y. احنا مفترضين انها x is a limit point للاتحاد، فبيعني هذا الكلام انها هي في عندي sequence موجودة في x اتحاد y، بحيث انه تكون هي الليمت لها اكس، الليمت لها اكس. دكتور اذا اكس كلوزد واي كلوزد اتحادهم كلوزد، هذا اللي بدنا نثبته. كيف بدنا نثبته؟ شو يعني كلوزد؟ هلا احنا بالنسبه لنا شو تعريف انها كلوزد؟ تعريف كلوزد انها في ليمت بوينت، انها لا انها كل الليمت بوينتس موجودين، جميع الليمت سواء المجموعه بالضبط، جميع الليمت بوينتس لهي المجموعه جواها. طب اوكي هروح اخذ ليميت بوينت هيك عشوائيه واقول انها واثبت انه هاي الليميت بوينت موجوده بهذا السيت، بس احنا الليميت بوينت شو يعني؟ معناته انه في عندي سيكونس كونفرجز لهذا الاكس، كونفرجز لهذا الاكس، وين والسيكونس؟ السيكونس موجوده في الاكس اتحاد واي، واحنا نثبت انها الليميت موجوده في اكس اتحاد واي. تمام، هلا اكس ان موجوده في اكس اتحاد واي، يعني x1 موجودة في x اتحاد y و x2 موجودة في x اتحاد y. شو رأيكم انه عدد لا نهائي من هذا السيكونس موجود في x او موجود في y؟ يعني عدد لا نهائي موجود في x، يا اما عدد لا نهائي من العناصر xn موجود في y. مستحيل يكون موجود فاينايت في x وفاينايت في y. هذا السيكونس اللي هي x1 x2 x x1 x2 x3 الى اخره، هي موجوده في كلهم هذول موجودين في x اتحاد y. معقول يكون بس موجود 10 منهم في x و20 موجوده في y؟ مستحيل، لازم يكون عدد لا نهائي منهم يا اما موجود في x يا اما موجود في y، صح؟ either infinitely
many xn are in x or are in y. يا إما عدد لا نهائي منهم بيكون في الإكس، يا إما عدد نهائي في الواي، أو ممكن يكون عدد لا نهائي في الإكس وفي الواي، ما فيش مشكلة يعني، بس على الأقل موجودين في واحدة منهم على الأقل عدد لا نهائي. So assume إنهم في إكس، مش مشكلة كانوا في إكس ولا في واي. Assume إنه إكس إن كي هاي موجودة في إكس كي بتساوي 1 2 3 لعند. فأنا لقيت هاي سبسيكونس موجودة في الإكس. السيكونس الأصلية، السيكونس الأصلية converges للإكس. So XNK هاي converges للإكس، لأنه أي سبسيكونس لازم تكون converges لنفس الليمت إذا كانت السيكونس الأصلية converges. بس الXN بتروح للإكس، والXNK هاي إذا الإكس is a limit point of X، لانه في سيكونس موجوده في الاكس كونفرجز للاكس، والاكس معناتها ليميت بوينت للاكس، بس احنا بنعرف ان اكس الاكس از كلوزد. معناها اكس لازم تكون موجوده في السيت اكس لانها بتحتوي كل الليميت بوينتس، وهي ليميت بوينت لها، وهذا بيعني انها اكس موجوده في الاتحاد، وهذا بيعني انه اكس اتحاد واي از كلوزد. بكل بساطه يعني مش صعب هذا الاتم.